مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. بنتكلم عن معرفة الله، ونود اليوم أن نحدثكم عن كيف نعرف الله. كيف نعرف الله؟ قلنا في المرة اللي فاتت فرق كبير بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية، فرق كبير بين معرفة الكتب والمعاهد والعظات ومعرفة الحياة، ووصلنا للكلمة اللي قالها أيوب الصديق: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. عايزين دلوقتي ننتقل من مستوى سمع الأذن إلى مستوى رأتك عيناي. اللي عايزينه في المحاضرة دي ننتقل من مستوى سمع الأذن إلى مستوى رأتك عيناي. ناس كتير بيقولوا إن الله عرفناه بالعقل، دي المعرفة النظرية، عرفناه بالعقل. العقل يوصلك إلى شواطئ المعرفة الإلهية، ولكن الحياة تدخلك في أعماق هذه المعرفة. العقل يوصلك للشاطئ فقط، دي حدود. ما يقدرش يخش جوه تاني أزيد. يوصلك لأول الطريق وتكمل بالإيمان وتكمل بالتأمل وتكمل بالخبرة وتكمل بالحياة. فيبقى ننتقل إلى حكاية معرفة الله بالخبرة والعشرة. علشان تعرف ربنا لابد تعشره، لابد تحيا معاه ويحيا معاك، لابد أن تشركه في كل عمل من أعمالك، وتقف كده تتفرج عليه وتشوفه ماشي معاك إزاي. تعرف ربنا وانت بعيد عنه مستحيل، خدوها قاعدة. تعرف ربنا وانت بعيد عنه مستحيل. بعيد عنه هتعرفه ازاي؟ من الكتب. يبقى دي معرفة الكتب، لازم تلتصق بيه، زي ما قال داود النبي: اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. لازم تتعامل معاه، تخش في مجاله وتشوفه. المعرفة الحقيقية لله هي معرفة ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. واحد يكتب لك بحث لطيف عن ازاي تعمل كيكة حلوة وانت ما دقتهاش، وتقعد تشرح للناس ان الكيكة دي لطيفة جدا لانك قريت عنها، كله كلام. انا دايما بقول اصدق عيني اكتر من وداني، لكن هنا اصدق لساني واسناني وفمي وذوقي، يعني مش مجرد الكلام. الكلام ما ينفعش. يعني انا هضرب لكم شوية امثلة، هضرب لكم ايه شوية امثلة. فكركوا بطرس الرسول، فكركوا بطرس الرسول كان يعرف المسيح
عادي زي ما عرفه وهو ماشي معها المية، وزي ما طب والمسيح مسكه قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ومشاه تاني، ما فيش شك ان بعد المشي على المية عرف المسيح معرفة تانية. مش ممكن، جرب شاف. فكركوا المرأة السامرية كانت معرفتها عن المسيح، ما قالت المسيح نحن نعرف ان المسيح يأتي ويخرج، معرفتها عن المسيح زي ما قعدت مع المسيح عند البئر وراحت للناس وقال لهم تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل. مش ممكن، بالعشرة بالتعامل ابتدى الانسان يعرف ربنا. ولذلك نوع من انواع المعرفة بتاعت العشرة، ربنا احيانا يسمح للانسان بالتجارب عشان يعرف ربنا جوه التجربة. اضرب عدة امثلة. دانيال ما فيش شك كان يعرف ربنا، لكن لما نزل في جب الاسود وشاف ازاي ان الله ارسل ملاكه وسد افواه الاسود بقى ليه معرفة تاني، معرفة تانية يقينية قوية من جوه قلبه، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. التلات فتية كانوا يعرفوا ربنا بعد الأتون زي معرفتهم قبل الأتون، مستحيل، ده لقوا تجربة جديدة حلت بيهم إزاي يتحطوا في النار وما يجرى لهمش حاجة ولا رائحة الدخان في ثيابهم، وماشي معاهم رابع يشبه ابن الآلهة. دي تجربة أخرى، معرفة جديدة ابتدى يعرفها الإنسان عن طريق التجارب. لذلك لما معلمنا يعقوب الرسول يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، نقول له لك حق، ليك حق. طب اجيب لكم مثال تاني، مريم ومرثا ده كانوا يحبوا المسيح جدا جدا، واخوهم كان يحبوا جدا، لدرجة المسيح لما مات لعازر قال لهم، قال لتلاميذه لعازر حبيبنا قد نام، هلما بننقذه، هم بيحبوا جدا ويعرفوه. وياما مريم قعدت عند رجليه تتأمل في وجهه في قسماته في ملامحه في كلامه في تعزياته في روحه، بتحب، لكن كانت تعرفه قبل التجربة بتاعت موت أخيها خدت معرفة تاني، كانت معرفتها ناقصة. ايه اللي قالوه له؟ قالوا له لو كنت ها هنا لم يموت أخي، يعني انت حدودك انك تشفيه وهو مريض. طب وايه يعني لما يموت فيها ايه؟ دي معرفة جديدة بقى، معرفة جديدة. المسيح قال لهم، قال لها يقوم اخوك يقوم، ما انا عارفة هيقوم في اليوم الاخير، لكن مش عارفة ان انا اقدر اقومه. تقدر تقومه ازاي وهو انت؟ دي معرفة جديدة بقى، ابتدت تعرف المسيح معرفة جديدة لما دخلت في التجربة وأخوها دخل في القبر والمسيح قال له هلم خارجا، نوع من المعرفة الجديدة. لما الواحد يخش في تجربة من التجارب، في مشكلة من المشاكل، في ضيقة من الضيقات، يبتدي يعرف ربنا ازاي ربنا هيشتغل، ازاي ربنا هيشتغل، ازاي ايد ربنا هتمتد وتعمل، متى سيعمل الله وكيف سيعمل الله، وازاي ربنا يحل المشكلة. دي معرفة جديدة. يعني انت مفروض اول ما يجيلك تجربة واول ما يجيلك اشكال او ضيق تقول له مرحبا بك، ابتدينا نخش في الجد، هبتدي اعرف ربنا المعرفة المظبوطة، مش ابص للاشكال، لا ابص لربنا،
انت يا رب هتخش ازاي في الاشكال ده، هتحله ازاي. انا عارف انه معقد، لكن عارف انك انت حلال الرؤى، بس انا مش عارف هتحلها ازاي. تبتدي بقى تاخد فكرة عن ربنا اللي بيحل العقد. بعد ما تتحل، لما تقعد مع اصحابك، لما تقعد مع جرباتك، لما تقعد مع اولادك، تقول لهم لا ده انا ربنا اعرفه كويس، ده انا ياما وقعت في اشكالات وحلها، ده انا ياما دبروا لي مؤابرات وقمت منها، دفعت لأسقط والرب عضدني زي ما قال داود. في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن يمين وأبصرت أن لم أكن نعرف. وبعدين ربنا دخل في الخط. صدقوني أن احنا بنعرف ربنا في الضيقات أكثر، ونعرف كيف تدخل يد الله قوية ورفيعة وعظيمة في الوقت المناسب. ازاي دي معرفتنا بربنا؟ فرق بين ان انا اقرا في الكتاب المقدس عن ان ربنا يحل الضيقات، وفرق بين ان انا اخش في الضيقه واشوف ايد ربنا. هنا المعرفه العمليه. يعني كويس جدا لما اقول لك احكي لي صفات الله مش من كتاب اللاهوت ولا من دروس الإكليركية، لا، احكي لي صفات الله من خبراتك في الحياة. اهو ده درس، سؤال لو اسأله لكم واشوفوا ازاي تجاوبوه. احكي لي صفات. ممكن واحد يقول لك كل صفات الله، تقول له الأزلي الأبدي غير المحدود غير المدرك الموجود في كل مكان القادر على كل شيء، ده كلام قريته في الكتب. لكن السؤال بتاع احكي لي صفات الله من حياتك، هذا سؤال لو اديته لكم في الامتحان لا هيعرف حد يغشه ولا يبرشمه ولا ياخده من اللي جنبه، ده من حياتك انت. تعرف صفات الله لما تعاشر ربنا، تقدر في الاشكال تعرف ايه قوة ربنا، تعرف في الإشكال إيه حكمة ربنا، تعرف في الإشكال اختيار الله للوقت المناسب. تنتقل من بسمع الأذن سمعت عنك إلى رأتك عيني. إزاي ربنا بيتدخل؟ ما هو انت لما تعاشر ربنا مش بس تختبر خيراته، لا ده انت تختبره في الضيقات برضه، تختبره في الضيقات وتبتدي تعرف ايه ربنا ده. يا ريت كل واحد فينا عشان يعرف ربنا كويس يسترجع ذكرياته وذكريات حبايبه وذكريات أصحابه، يسجلها كده. ملوك مادي وفارس كانوا أحسن مننا، مع أنهم كانوا ناس يعني وثنيين ومش بتوع ربنا. ليه؟ كان عندهم سفر اسمه أعمال الملوك، بيكتبوا فيه الحوادث الهامة اللي زي ما جت في قصة إستير، والملك راح مجايب السفر ده وقعد يقرا فيه، قال الله ده فيه حكاية حصلت كذا وكذا وكذا، هاتولي الراجل اللي عمل الحكاية دي عشان اكافئه. مكتوب زي في اسم البوليس، قعدت لقوا حاجة اسمها دفتر الاحوال، كل حاجة تتكتب تتكتب. فانت لو يكون عندك دفتر احوال ودفتر ذكريات وكل شوية تقعد تقرا فيه، تعرف ربنا اكتر. لان مشكلتنا النسيان. يعني من ضمن الطرق اللي تعرف بها ربنا ان الذكريات الجميلة مع ربنا، يد الله في التاريخ تعرف بها ربنا، لان دي حياة عملية، لا لاهوت نظري ولا غيره، دي حياة عملية، يد الله في التاريخ.
ده مجرد ان الواحد يفكر ازاي ربنا خلص الكنيسة من ديوقلديانوس في اول القرن الرابع. ده كان رجل عقله اتجنن، قتل قرايبه حد وبقى رجل دماء، وقال مش ممكن يستريح غير لما الدم يوصل لركبة حصان، لغاية لما وقع حصانه ووصل لركبته. ازاي ربنا اشتغل في الوقت ده؟ هنا تعرف ربنا، يد الله في التاريخ، يد الله في الاحداث. لما تختبر ربنا في حياتك تقول له يا رب من يوم معرفتك حياتي اصبح لها طعم، اصبح لها مذاق اخر، من يوم معرفتك حياتي دخلها شيء من التغيير، ابتدى لي مفاهيم جديدة وروحانية جديدة، وتغيرت عن شكلي بتجديد ذهني كما قال الرسول. لما عرفتك، مش لما قريت عنك، لما رأتك عيناي. ده الكلام اللي احنا نقوله. انا فاكر زمان كنت حكيت لكم حكاية، ربما القدام معايا في الاجتماع ده يكونوا فاكرينها، مفيش مانع اقولها في ثواني بسيطة لانها حكاية لطيفة. قصة قريتها عن احد الجنود اللي اشتركوا في صلب المسيح وكانوا موجودين. فبيقول كنت احد الجنود واقتسمنا ثيابه بيننا فوقع حذاءه في قرعتي، فلبست هذا الحذاء وجدت ان هذا الحذاء بيقودني في طرق عمري ما مشيت فيه، لغاية لما الحذاء ده وصلني الى جبل الزيتون، وانا اللي ما كنتش اعرف الصلاة وجدتني راكع عند احدى الاشجار اصلي. حذاء اللي لبسه قاعد يمشي في سكك في سكك في سكك لغاية لما طلعه فوق جبل الزيتون. انت بقى لما تعشر ربنا يمشيك في سكك. يعني ايه يمشيك في سكك؟ زي ما قال الكتاب عرف موسى طرقه، عرف موسى طرقه، تقول له ان ما عرفنيش تبتدي بقى في الصلاه، تقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. تاخد وتدي مع ربنا، تاخد وتدي معاه. مش بس في التجارب، انما بالصلاه. لما تعرف ربنا ممكن تعرفه عن طريق الصلاة. كل ما تصلي تقول ما انا بصلي وبزهق من الصلاة، ما دام بتزهق من الصلاة يبقى لسه ما عرفتش ربنا. اللي يعرف ربنا ما يزهقش من الصلاة، زهقانك من الصلاة يدل على انك لسه ما عرفتش ربنا. طب نكملها دي بعدين. ممكن ربنا نعرفه عن طريق الكشف. الله يكشف لنا ذاته. في آية لطيفة موجودة في إنجيل يوحنا عايزة أقراها لكم. المسيح بيتكلم عن كشف الذات لمحبيه. شوفوا بيقول إيه، آية جميلة وحلوة. بيقول الذي عنده وصاياي، يوحنا 14 آية 21، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحب وأظهر له ذاتي. يبقى هنا عندنا ثلاث خطوات ناخدهم مع بعض. يحفظ وصايا ربنا فيحب، فربنا يحبه فيكشف له ذاته. يبقى أربعة. ربنا بيكشف ذاته عن طريقين، وربما في ثالث انا افتكرته هقوله. ايه الطريقين؟
بيكشف ذاته للذين يحبونه، دي حاجة، ويكشف ذاته للمتواضعين، دي حاجة تانية، ويكشف ذاته بتدبيره لحكمته لغرض معين، دي حاجة راجع عليه هو. يبقى أنت تعرف ربنا، لما تعرف ربنا وتتضع يكشف ليك ذاته. وإن كنت متكبر مش ممكن أبدا، لأن مش من صالحك، لأن كل ما يكشف ربنا ليك ذاته وكل ما تعرف شوية تتكبر تاني يبقى تضيعك، فخليك بعيد. يقولك مش من صالحك إن أنا أكشفك، أحسن الانكشاف يضرك، ما بتقدر. زي واحد أبوه يديله فلوس فيستخدمها في الخطية فيقول له بلاش أديك فلوس أحسن. كمان ده ربنا يديله كشف فيستخدمه في الكبرية يقول له بلاش اديك كشف احسن، خليك كده في جهلك احسن لك، يمكن تتواضع. نسمع في التاريخ في قصة القديسة بائسة وتوبتها، لما القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ومعه بولس البسيط ومعه بيساريون، القديس بيساريون، قالوا عايزين نعرف بائسة خلصت ام لا، فصاموا 3 أيام وقالوا ربنا يكشف، فكشف الله هذا الأمر لبولس البسيط من أجل بساطته وتواضعه. طبعا أنبا أنطونيوس كان متواضع برضه، بس بولس البسيط كانت دي الصفة الأولى البارزة في حياته اللي تشمل حياته كلها. وربما ربنا أراد أن يعزيه، أنبا أنطونيوس عنده تعزيات كثيرة، فأسرار الله تكشف للمتواضعين. طول ما الواحد متكبر ومناخيره في السماء، مش عارف هيترجمه مناخيره في السماء ازاي، طيب بالمعنى يعني بلاش بالحرف، طول ما الانسان متكبر لا يمكن ربنا يكشف له ذاته، يتواضع ام ربنا ايه يكشف له. ده العذراء نفسها قالت لأنه نظر إلى اتضاع أمته، هنا يجي الكشف. في معرفة تأتي عن طريق الإعلان، ومع ذلك ستظل هناك أسرار خاصة بالله لن تكشف لنا على الأرض. جايز في الأبدية لما نروح يكشف لنا شوية بشوية، لأن لو كل حاجة عرفناها هنا طب هنروح هناك نعمل إيه؟ ده لازم نروح هناك نلاقي ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس. فربنا يحوش لنا حاجات، ده حتى في السماء مش هتكفي نهايته، ده أنا قلتها لكم المرة اللي فاتت. فيبقى تعرف ربنا عن طريق العقل، دي معرفة جزئية لحد الشواطئ، عن طريق الايه الخبرة، عن طريق الكشف. تعرف ربنا ايضا لما تبقى من خاصته، لانه بيقول خاصتي تعرفني وانا اعرف، وخاصتي دي اللي هي خرافي تسمع صوتي وتميزه عن صوت الغريب وتمشي وراي وبس كده، ودول في ايدي وفي ايد ابي ولا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي شيئا. اذا لابد تخش في خاصته، يعني تقول لي انا من المؤمنين به واقول قانون الايمان، اقول لك جايز بتقول قانون الايمان نظريا وعمليا ما دخلتش فيه. هو يعني كل واحد بيقول قانون الإيمان بيبقى مؤمن على أصوله؟ أهو جايز يتلوه فكرا وعقلا ونظريا وما دخلش فيه لغاية دلوقتي. لازم تبقى من خاصته، لأنه بيقول عليه أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى، فلما يحبهم يكشف لهم ذاته. فلازم تخش في خاصته. يعني ايه؟ يعني علشان تحب ربنا
لازم تحفظ وصاياه. بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياه، ولما يحفظ وصاياه أكشف له ذلك. وإن كان من غير كده ما تعرفش ربنا، ما تعرفش. ده بيقول إيه في يوحنا الأولى، في كلام كتير حلو عن الموضوع ده، نقرأ منه شوية. يوحنا الأولى الصاح 2 بيقول: بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. تقول لي أنا أعرف ربنا وانت ماشي في سكة غلط، أقول لك ما تعرفوش. بلاش كلمة كاذب وليس الحق فيه عشان تزعلكم، لكن بيقولها الرسول ما تزعلوش. عشان كده الإنسان اللي ماشي غلط يقول لك ده إنسان ما يعرفش ربنا. ده مثل مشهور حتى، إنسان إيه ما يعرفش ربنا، لأنه لو عرف ربنا ما كانش يمشي غلط. تقول لي طب إزاي يعني نفهمها كده؟ الآية مكتوبة كده صحيح، لكن إزاي نفهمها؟ هقول لك: إن كنت تعرف ربنا تعرف إنه باصص لك وإنت بتغلط، وتعرف إنه سمعك وإنت بتغلط، وتعرف إنه كشفك وإنت بتغلط، وتعرف إنه هيعاقبك لما بتغلط. يبقى في هذه الحالة تخاف. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف إننا فيه، من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا. يبقى لازم تحفظ وصاياه عشان تعرفه، لأن اللي ما بيحفظش وصايا ربنا ده بعيد عن ربنا، وما دام بعيد عن ربنا يبقى ما يعرفوش. اللي بيمشي في الخطية ده بيفصل نفسه عن الله، لأن الخطية هي انفصال عن الله. ما دام انفصلت عنه يبقى ما تعرفوش. في آية تاني في يوحنا الأولى 3:6 بيقول: كل من يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. تقول لي بقى اعرف ربنا وانت ماشي في الخطيه، اقول لك اسف، الكتاب ما يقولش انك تعرف ربنا. اللي ماشي في الخطيه ده انسان ما يعرفش ربنا، ما يعرفوش مهما ردت قانون الايمان. ما يعرفوش يعني ما يعرفوش، لان الكتاب بيقول يقولون انهم يعرفون الله وباعمالهم ينكرون. طب وبعدين؟ وبعدين عشان تعرف ربنا لازم تحبه. الاتنين بيمشوا مع بعض. لما تنفذ وصايا ربنا هتحب وصايا ربنا، ولما تحب وصايا ربنا هتحب ربنا، فتنفيذ الوصايا هيوصل الى المحبة. وهو نفسه بيقول: من يحبني يحفظ وصاياي. يبقى إن ما حفظتش الوصايا يبقى لا بتحبه ولا تعرفه. طب ناخد آيات عندي في يوحنا الأولى 4:7-8 بيقول: كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. ومن لم يحب، من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محب. دي حكاية تاني بقى. الذي لا يحب لا يعرف الله لأن الله محب.
فإنسان ما عندوش محبة ويقول يعرف ربنا يبقى بيكذب. إنسان ما عندوش محبة ويقول يعرف ربنا يبقى بيكذب. من لا يحب لا يعرف، لم يعرف الله ولم يبصر. يبقى بقى عشان تقول أنا أعرف الله لازم تحيا حياة المحبة. اللي يعرف الله يحبه واللي يحب الله يعرفه. وربنا فيه كل الصفات التي تحب. ده احنا ساعات نحب انسان عشان صفة واحدة فيه، ساعات نحب انسان لانه لطيف، لانه بشوش، لانه مرح، ساعات نحب انسان لانه ذكي، ساعات نحب الله انسان لانه خدوم ويخدم الاخرين ويتعب من اجلهم ويقف معهم في الضيقات، ساعات نحب إنسان لأنه ناجح إلى آخره. طب ربنا ده اللي فيه كل الصفات وكل الكمالات ده يتحب بصحيح. فأنت لما تعرف صفات الله هتحبه، ولما تحبه صفاته تأخذ عندك نوع تاني. يبقى تنفذ وصاياه عشان تعرفه. لكن لما اقول تحفظ وصاياه اقصد انك انت تحفظ وصاياه ليس بطريقة فريسية ولا بطريقة حرفية ولا بطريقة ظاهرية. الكتاب بيقول لك صلوا بلا انقطاع، فاذا وقفت زي الفريسيين لعلة يطيلون صلواتهم يبقى برضو ما تعرفش ربنا. مش هي دي الصلاة اللي ربنا عايزها. هو عايز انك انت يكون بينك وبينه صلة، بينك وبينه عاطفة، بينك وبينه معرفة. ده هي دي تبقى الصلاة المقبولة عند الله. اللي يحب ربنا يقترب الى صورته. لما تحب وصايا ربنا وتنفذها تجد فيها جمالا وتجد فيها كمالا وتجد فيها مثالا تقتدي به. عارفين الناس اللي بيدور على السوبرمان الشخص المثالي عشان يحبه؟ طب ما ربنا هتجد فيه كل الكمالات، هتجد انه ابرع جمالا من بني البشر. اذا كان ربنا هو المحبة، الله محبة، يبقى لما تعرف المحبة تعرف ربنا. إن كان الله هو الحق وهو الحياة، يبقى لما تعرف الحق تعرف ربنا. يبقى لما تعرف الحياة تعرف ربنا. لازم عشان تعرف ربنا تعرف كل الحاجات دي من أولها لآخرها. عشان تعرف ربنا لازم تحيا الحياة النقية الطاهرة. الله روح، عشان تعرفه وتعرفه بالروح، والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. تكون مش عايش في حياة روحية مش ممكن تعرف ربنا أبدا. في ناس لهم روح شفافة، في ناس لهم روح منيرة، في ناس لهم روح روحانية، في ناس لهم عيون تبصر. طب ما جايز ربنا قصادك ولك عيون ولكنها لا تبصر، عشان كده مش عارف ربنا. ربنا قصادك وانت لك عيون ولكنها لا تبصر، عشان كده مش عارف ربنا. لازم عشان تعرف ربنا تحيا بالروح، تحيا بالنقاوة. ليه؟ لان بيقول طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. ان عشت في نقاوة القلب هتشوف ربنا وتعرفه، ما عشتش في نقاوة القلب ما تعرفوش. عشان كده ربنا قال للخطاة اذهبوا عني لا اعرفكم يا فاعل الاسم، تعرفوش. اذا اردت انك تعرف ربنا لازم قلبك يتطهر، فكرك يتطهر، علشان تحل فيه معرفة الله. معرفة الله لازم تحل في اناء طاهر، في إناء طاهر، في قلب طاهر. لازم معرفة الله تحل في إناء طاهر.
لذلك إذا أردت أن تعرف الله اخلح حذائك من قدميك واقترب إلى هذه المعرفة، لأنها قدس أقداس. أنت داخل على قدس أقداس، تطلع من قلبك الماديات عشان تعرف ربنا، تطلع من قلبك محبة العالم عشان تعرف ربنا، تطلع من قلبك زي ما بيقول نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. تطلع من قلبك المرئيات عشان تدخل فالله الذي لا يرى. لما تعرف ربنا تحتقر الأيام اللي فاتت عليك قبل ما تعرفه، تقول يا ده أنا ضيعت وقت كتير من حياتي الوقت اللي ما عرفتش فيه ربنا. زي ما أغسطينوس قال له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا ينطق به. أنا تأخرت كتير، حياتي الماضية دي ما تتحسبش، حياتي الماضية دي ما تتحسبش. أفتكر مرة كان في راهب قديس زمان قوي في الجيل اللي قبل مني يعني في دير البراموس اسمه أبونا بولس البراموسي، كان راجل كبير كده بتاع 80 سنة يمكن. فواحد من الرهبان قال له سنك كام يا أبونا؟ قال له سني مش عارف 50 ولا 40. قال له ازاي ده؟ قال له يا ابن الحياة اللي قضيها اللي قضيناها دي بعيد عن ربنا وبعيد عن رهبنا دي ما نحسبهاش، ما تتحسبش من عمر. فالإنسان اللي معرفش ربنا وعرف ربنا متأخر اللي قبل كده ما يحسبوش. أنا خايف نيجي نحسب نفسنا نقول لسه ما تولدناش، لسه ما عرفناهوش. عشان تعرف ربنا لازم يكون ليك الإيمان بيه والإيمان بكل صفة من صفاته، وتحاول انك تختبر كل صفة من صفات ربنا. الإيمان الحي اللي تؤمن فيه بكل صفة. لما بطرس مشي على المية ووقع، المسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ لأنه شك في صفة من صفات ربنا، في قوة ربنا على حفظه على المية. قال له قليل الإيمان، مع انه يؤمن به من نواحي اخرى. ان اردت انك تعرف ربنا اقعد مع اللي بيحبوه واقعد مع اللي يعرفوه وامتص حياتهم واستفيد منهم. ان ما لقيتهمش اقعد مع سير القديسين الذين احبوا ربنا وشوف ازاي عرفوا ربنا وازاي وصلوا اليه وازاي حبوه وازاي مشي معاه. ده في قديس من القديسين لا تستحق الارض ان يدوسها بقدميه، عشان كده ربنا شاله من على الارض. كل ما هو موجود عنده عنه في الكتاب المقدس في العهد القديم يدوبك آية واحدة يمكن ولا آيتين، يقول وصار أخنوخ مع الرب ولم يوجد لأن الله أخذه إليه. هذه كل حياة أخنوخ، مشي مع ربنا ولم يوجد لأن الله خده معاه. هيبعته لنا بعدين في آخر الزمان يقعد له شوية على الأرض ويموت ويأتي المسيح بعد موته. أخنوخ. لو قلنا لواحد فيكم اكتب لنا سيرة مثلا قديس عظيم زي الأنبا أنطونيوس زي أرسنيوس الكبير يكتب كتاب، لو قلنا له اكتب لنا حاجة عن أخنوخ اللي كعرف ايه أخنوخ ده، يا دوبك سطر واحد عن حياته والبقى عن عمره وولاده يعني بس في التكوين إصحاح 5. لكن ايه اللي نعرفه؟ مفيش. لكن ربنا يعرفه كويس، ده عرف ربنا ومشي معاه. وانا دمان كل ما تيجي سيرة أخنوخ اتصور العالم كده وأخنوخ حطت ايده في ايد ربنا وهم الاتنين ماشيين كده سوا كده، صار أخنوخ مع الرب
وبعدين ربنا قال له بلاش الارض دي، تعال نمشي مع بعض فوق في السماء. وماشي معاه فوق لامتى؟ لغايه لما ينزله هو وإلي. حاجه عجيبه جدا. طب انت عرفت ربنا المعرفه دي؟ مشيت معاه زي ماشي معاه اخنوخ، فين؟ مفيش لسه. ابتدي اعرف حياة القديسين اللي مشيوا مع ربنا وازاي احبوه وازاي عرفوه وازاي انتقلوا الى شبه صورته وعاشوا معاه. لازم عشان تعرف ربنا توسع قلبك كتير عشان يساعد. يعني ما تبقاش ضيق القلب ولا ضيق الفكر ولا ضيق التأمل. حاول باستمرار تتأمل وتوسع فكرك، تدخل ربنا في قلبك وتوسع قلبك لمحبة ربنا عشان ربنا يعرفك ازاي تعرفه. وياريت الصلاة دي تكون مصاحبك باستمرار. اعطني يا رب ان اعرفك، اكشف لي يا رب ذاتك، اعطيني يا رب اني احبك، اعطيني يا رب اني ارتفع عن المرئيات والماديات لكي ادركك، اعطيني ان انا احيا في حياة الروح علشان اعرفك لانك انت روح ومش ممكن الماديات تخش في معرفتك. نصيحة تاني، لا تنشغل بأمور العالم التي تبعد معرفة ربنا عنك. إن عشت في العالم لا تجعل العالم يعيش فيك، وإن ملكت شيء في العالم لا تجعل هذا الشيء يملكك، واجعل كنزك هو ربنا. يقول حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فإن كان كنزك في العالميات يكون قلبك في العالميات، وإن كان كنزك هو ربنا يكون قلبك عند ربنا، وبالشكل ده شوية بشوية تبتدي إنك أنت تعرفه. لكن إحنا لسه بدري علينا في معرفة ربنا، مقرر طويل لسه ما أدركناهوش. لا تجعل ربنا يكون إله مناسبات إنما إله حياة. يعني إيه إله مناسبات؟ يعني أعرف ربنا بس لما أجي أصلي صلاة بكر أو صلاة النوم، أعرف ربنا بس يوم ما أتناول أو يوم ما أعترف، أعرف ربنا بس يوم ما أحاسب نفسي. لا، دي مناسبات. خلي ربنا هو إله الحياة وليس إله المناسبات. Thank you.